هاي، كيفكم؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة شهرية لبرج الحوت، رح أحاول أحكي فيها عن الأحوال العاطفية لإلك وللشريك، ورح أتحدث كذلك حتى عن العزاب، رح أتحدث كذلك حتى عن الأحوال العامة لإلك يا برج الحوت. بس بدي أقول شغلة، إنه هذه القراءة تنطبق على برج الشمس القمر يطالع، وفي إمكانية إنه تكون قراءة عكسية كذلك، خاصة إذا تحدثنا عن الوضع العاطفي. قبل ما أبدأ القراءة بدي أطلب منكم إنه تعملوا لي فولو على الإنستغرام تبعي، تابعوني هونيك، وشكرا لكم. أوكي، بالنسبة لك يا برج الحوت، عم شوفك كأنه إلك مدة عم تقاتل من أجل نجاحك العملي أو حتى نجاحك بمشروع ما، وبالأخير عم شوفك عم تستسلم، وكأنه خلاص تعبت من البحث وراء هذا الشيء، وكأنه خلاص يعني عم شوف في تعب، يعني تعب كبير وراء اتباعك لهذا الحلم. عم شوفك بالوقت الحالي ممكن واخد بوز او واخد وقفة، ما عم تشتغل على هذا الموضوع، ممكن يكون علاقة اي شيء. اوكي، بالنسبة للشريك عم شوفه بالوقت الحالي كأنه بيشيل كل شيء معه، كرامته، مشاعره، احاسيسه، ويذهب يعني لحاله، لانه عم شوفه يظهر بهذه الطاقة، يعني بارم ظهره ومتجه نحو حياته. اوكي، ممكن انتم منفصلين او مبتعدين، وعم شوفوا كتير بقاوم مشاعره تجاهك، بقاوم الاحاسيس التي يشعر بها يا برج الحوت، ومبتعد. عم شوف على انه ممكن يريد موازنة حياته، يريد العدل. ممكن تكونوا انتوا مع بعض، ممكن كنتوا بعلاقة زواج وهلا في مشكلة بالمحاكم، أو في قضية بالمحكمة، ممكن في قضية طلاق، أو بدكم إنه تنهوا العلاقة بشكل نهائي. عم شوفك أكثر تهتم للعمل، أو تهتم للاهتمام بالعمل. ممكن أنت عامل بلوك وما عم تفتح أبدا يعني طاقتك لهذا الإنسان، وكأنه ما مستعد أبدا إنه تفتح طاقتك. أوكي، عم شوفك تهتم أكثر للمال ونجاحك المادي. ممكن للبعض منكم يكون في حاليا خلاص انتهيت العلاقة بالنسبة لكم، وعم تفكروا إنه تهتموا بالعمل وتهتموا بحياتكم ونجاحكم المادي يا أصحاب هذه القراءة. عم شوف كذلك حتى الإنسان الآخر عم يشعر كأنه في خض، أو في يعني في صدمة بحياته. أصحاب يعني الشريك يشعر بصدمة، عم شوفه على هذا الإنسان ممكن بفكر إنه يبدأ شيء جديد، ممكن يبدأ علاقة جديدة، يبدأ حياة جديدة من دونك، كأنه أنتوا وصلتوا لنهاية الطريق وكل واحد بارم ظهره اتجاه الآخر. أوكي، عم شوفك لساتك عامل بلوك لهذا الإنسان، ما عم تفتح باب تجاه الكلام او الكوميونيكيشن بيناتكم. وحتى الشريك عم شوفه ممكن هو الانسان، هذا الانسان عم يعيش بالماضي، بالخيال الماضي، لانه عم يطلع لي the lovers مع the six of cups. كمان هذا الانسان بيعيش بالماضي وبحب يعني هذه العلاقة التي كانت كتير حلوة، ممكن عم يتذكرها، ممكن عم في كتير امور تشغل باله لهذا الانسان. لساته هذا الانسان مو قادر ابدا انه يعيش من دونك، بس انت كأنه خلاص بالنسبة لك الامر انتهى هون، وما عم تفتح باب لهذا الانسان ابدا. عم شوف كذلك على انه هذا الانسان لساته عنده امل انه ترجع لحياته، انه تفتحوا باب جديد. ممكن هذا الانسان لساته عم ينتظرك، لساته عم يستنى انه يفتح باب اتجاه الصلحة والبدايات الجديدة. اوكي، عم شوفك انت شوي هيك مهتم بحالك، مهتم بأناقتك، مهتم ب بكتير امور. ممكن ما صرت تهتم اكثر للعلاقة، كانوا العلاقة كانت تاخذ من وقتك، وانت بالوقت الحالي ما عم تفتح هذا الباب. عم شوف حتى على انه يا برج الحوت صرت شوي متكبر على هذا الانسان، صرت ما عم تعطي فرصة بصفة نهائية. اوكي،
ممكن بخطوته القادمة ممكن يتقدم لإصلاح الأمور بينكم، ممكن إيه في شخص، حتى في شخص ممكن يتدخل، في امرأة ممكن تكون برج مائي ممكن تتدخل لكي تصلحها بينكم، بس ما عم شوف الأمور ممكن تمشي على خير، لأنه عم تطلع لي 9 of swords، ممكن تراجع الأمور، ما تحسها أنه جيدة جدا أو أن هذا الإنسان لا يستحق الصلح، وممكن ترفض يعني العرض بشكل نهائي. أوكي، عم شوف في كأنه في حدا عم يقدم عرض، في شخص ممكن هذا الإنسان يتدخل أو يطلب من شخص آخر التدخل لإصلاح العلاقة بينكم. ممكن هذا الإنسان كذلك ممكن كان متلاعب أو كان بحب أنه يدخل بعلاقات، ممكن هذه الأشياء خلت هذا الإنسان أنه خلتك أنت بالضبط أنه تقفل أبواب الصلحة أمام هذا الإنسان. بس عم شوف في تدخل شخص، ممكن هذا الشخص يريد إصلاح العلاقة. بالنسبة للطاقات، ممكن أنا عم شوف برج الأسد، ممكن شوف الجوزاء، القوس، وعم شوف الأبراج الترابية النارية والهوائية، وحتى المي عم يطلع بهذه القراءة. عم شوف بالنسبة للعزاب، ممكن يكون في علاقة جديدة، ممكن تكون في علاقة جديدة للبعض، يكون في فتحة خير وعلاقة جديدة، هذه العلاقة ممكن تنشأ بهذا الشهر. وللبعض منكم ممكن تكون علاقة من الماضي ورجعت، لأنه ما عم شوف في خصامات، ممكن هذا الإنسان كنت متخاصم معه، وممكن هذه الرجعة راح تكون بداية جديدة لبعض، ممكن تتوج إنه تتصالحوا، إنه تتصلح الأمور العلاقة بينكم وتبدأوا من جديد. أوكي، أما بالنسبة للوضع العام يا برج الحوت، ممكن بالوقت الحالي تلجأ لإعطاء صدقات وأموال لناس مستضعفين، ممكن تحط شوي هيك، تحب إنه تهتم بالأطفال، إنه تهتم بناس كتير ضعفاء بالوقت الحالي، برج الحوت بحب إنه يهتم بهيك ناس. عم شوف كذلك حتى إنه عم تتواصل على الإنترنت، عم شوفك حتى إنه أنت صرت منفتح أكثر لأشياء جديدة بالحياة، حتى إنه عم شوف في قضايا بالقانون، ممكن هذه القضايا إذا كنت أنت فاتح قضايا بالمحاكم، فممكن الأمور تتصلح وتنجح. حتى أنه عم شوف يا برج الحوت أنه في كتير طاقة القوة، في طاقة المقاومة، في طاقة أنه أنت بهذه الفترة عم شوفك بطاقة نارية، أنت قيادي، أنت بهذه الفترة عم شوفك مصمم إلى أن تنجح، ويعني عندك أهداف كتير كبيرة. عم شوف على أنه صرت تحب حالك أكثر، صرت تحب الأطفال، صرت تحب المساعدات الخيرية والاهتمام بالناس الضعفاء. عم شوفك عم تلتجئ إلى العزلة يا برج الحوت. عم شوف حتى ممكن أنه تكون بالوقت الحالي مواردك المادية مش جيدة، أو ممكن أنت عندك أموال متنازع عليها بالمحاكم. اوكي، ممكن انت لهلا عندك مشكله بالمحكمه، مشكله تتعلق بالمال، وعم شوف انه هذا الامر ممكن بهذا الوقت يرجع للسطح. اوكي، عم شوف على انه كذلك في عجله الحظ معك يا برج الحوت. عم شوف ممكن يكون في بدايه يعني برم عقود بالوقت الحالي، ممكن عقود عمل، عقود تتعلق حتى بشراكات عملية. عم شوف حتى للبعض منكم ممكن يكون في زواج. اوكي، عم شوف في موت علاقة او موت شيء كان بالنسبة لك جدا مظلم، ما عم تشوف نتيجته، عم شوف في موت هذا الامر وبداية شيء جديد. ممكن يكون في موت للبعض منكم، في شخص مات إذا كان جد أو أب بالماضي، فممكن تقبض فلوسه أو ممكن تقبض مستحقات تركها هذا الإنسان جد أو أب. ممكن عم شوف على أنه ممكن تنشب مشاكل تتعلق بالمال، بس الطاقة العامة عم شوف في سعادة، عم شوف في طاقة نارية كتير عالية، أنت متوهج وعندك رغبة أنه تحقق كتير أحلام. أوكي، عم شوفك عم تسكر بابك تجاه
كل شيء يظلم وكيا برج الحوت، كل شيء عم يجيب لك ألم، علاقات مثلا كانت عم تجيب لك ألم، أشخاص كانوا سامين بحياتك وعم تبدأ بداية جديدة نحو التألق والنجاح. ممكن حتى يكون في شهرة بهذه الفترة، أو يكون علاقتك بالوقت الحالي طيبة جدا مع الأب. عم شوف على أنه في أشياء تتعلق ب المحاكم، يعني في كذا أمر يتعلق بالمحكمة عم شوفه عم يطلع للسطح. أوكي، عم شوفك عم تهتم شوي لصحتك لجمالك، عم تهتم كتير للصحة وللجمال الخارجي برج الحوت. بس عامة عم شوف الصحة جيدة، عم شوف الأمور، عم شوفك كتير عندك انرجي انه تبدأ اشياء جديدة، عم شوف في طاقات جميلة لإلك يا برج الحوت. ممكن تكون في شراكات، في بدايات، حتى انه عم شوفك يا برج الحوت متألق بهذا الشهر، بس عم شوف في قضايا ممكن تربحها تتعلق بالأموال. أوكي، ممكن أموال مشتركة، أموال مثلا أموال إرث أو أموال تخص الشريك، شريك الزواج. أوكي، كذلك عم يظهر على أنه أنت بهذا الشهر عم تقدم سيرفايس، يعني خدمات للناس المستضعفين، للناس اللي هن بالعائلة، أطفال. أنت بهذا الوقت عندك رغبة كبيرة أنه تقدم مساعدات للناس. أوكي، هيدي كتير، هيدي الطاقة كتير حلوة لإلك يا برج الحوت، ساعد الناس قدر ما فيك يا برج الحوت. هذا كل شيء عم يطلع لي عامة. عم شوف ممكن يكون عندك صداع بما يتعلق بالرأس، وممكن كذلك حتى اهتم لقلبك. عم شوف ممكن صحة القلب تكون شوي تعبانة، وارد جدا القلب. ممكن اهتم حتى لمشاعرك. اوكي، ممكن حتى المشاعر اذا كانت يعني كنت بالوقت الحالي متألم او مجروح، فممكن القلب يتعب بهذه الفترة. اوكي، اهتم حتى لفكرك الداخلي او نفسيتك، اهتم فيها كتير لانه عم تطلع للدو هاي بريستس. حاول تهتم شوي بالنفسية، ما تخلي الاشياء السلبية تفكر فيها بنسبة كبيرة. اوكي، هيدا كل شيء عم يطلع لي، بتمنى لك الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتي، وكذلك تزوروني على موقعي.